افضل مجرح حتى. هذا شغل بالعيون. السنة تنقر الجواب في محجر عيوني. الله يا الفل. الله يا الف 404. هذه ترى خالديات. هذا الفن الاول، الفن الجميل. اما شغل فن صح ولا لا تصح؟ وش تبي شغل خلف. كان الدركتر على قلبي بجنزيره. وش تقول خالد عبد الرحمن؟ والله يكف. بس هذا يصلح في عبلة الحل، يصلح في روضة التنهات، يصلح في الصمان. أما هنا في الشوارع المطاب أنا قعقع وشلون مغليك. الخوالة يبسمر عندهم جنب استراحتهم فاتحين بقالة. هالحين الواحد لا فكر في مشروع أو لا يفكر في مغسلة ولا بقالة. الله يرزقهم مرة يجيب مجتهدين ويكرمهم ويجعلنا نشوف لهم نقاط بيع ونشوف براندات عالمية. مبروك يا خوالي، ان شاء الله. وش البقاله والحركات؟ يا هلا وسهلا. ها في الدين شيء؟ طبعا انا 10 اوراق ممنوع الدين وكلمه بعدين مره. لا 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 والله مره خلاص. اصلا بروح الراعي البقاله. بروح الراعي البقاله الاساسي ابو تميم. انا قبل لا تبدا لي تباخذ مجاني ما عليك. والله العظيم مره. هذه قبل الكاميرا ولا بعد الكاميرا؟ ان بغيت بعد الكاميرا وان بغيت الكاميرا ما غير كلامي انا. كفو كفو يا ابو تميم. والله امواس حلاق اول شيء. أنا في الشفرة وفي الثاني. وكبر الليز كبره ما في غير حجم كبير طاب سليز. كلها تبغاني غير إذا دق علينا بناخذ حمام ولا لحمة حاشي. وش تبغى نسوي؟ هذا ما بعلم يا بغاز. طيب اسمع حق الإعلان وين؟ يا دوري أنا جاي بقالاتكم مصور. يا دعيب على والله ما عندنا حق الإعلان. إحنا ترى نخسرنا. والله؟ إي والله. طيب ما في شيء بلاش. إي هذا. وش؟ هذا يا حبيبي 10 حب. لعيالك غازي وياسر. هلا يا بابا بلعب كورة هنا. عندهم كور ما نبى كور. في بطاطس. لا في شباك حق الأطفال وفي ليز وفي نبى فلوس. نبى فلوس. فلوس ما فيه. فلوس ما فيها. يوم أدقدق عليك من عصر نبى نطلع ولا جوا حلوة وغيم ومطر. حتى أنت كنت تغلى علي. والله الأمور اختلفت ما عاد مثل من أول. ممكن تدق علي نبى لحمة حاجز قليل. ما عاد فيه. ما عاد اني فاضي لك بل البقالة تراك فاتحها يمكن تخسر يا رجال. ان شاء الله ما في. هلا حق الرياض. خلاص انا اللي بحل المواضيع كلها. هلا هلا بركان. هلا هذا خالي يوسف طبعا شبيب. طيب. الله عين الكاميرا. الله يا جمال الرباني. يلا حي. يا مرحبا. شلون اهل الرياض كلهم؟ الله يطول عمرك. فاقدينك بس. والله؟ اي والله. ابجيهم. حبايبي. يا مرحبا. يا عمري. في مندي هناك يقولون كويس. والله؟ اي والله. جوي.